هنا أمام منزل الفنانة الراحلة الحاجة الحمدوية بعد تلقي خبر وفاتها صباح اليوم بمدينة الرباط في انتظار وصول جثمان الفنانة إلى البيضاء لدفنها بمقبرة الشهداء بعد الظهيرة. رحم الله الفنانة المسمى قيد حياتها الحاجة الحمدوية، وتعازينا القلبية لأسرتها الكبيرة والصغيرة وللأسرة الفنية المغربية عامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبرنا كاملين، الله يرحمها ويوسع عليها ونخليك تجي طلبي ان شاء الله ونعيطوا لك ونرجي لامبيلونس اون طابيل داكوغ لا تي طالوغ اختي. بارك الله فيك، نمشي معاك بس اخويا، نمشي معاك بس. الله يرحمها ويوسع عليها اخويا، الله يرحمها ويوسع عليها. والله مسلمين باقي مسلمين، حنا باقي ما نمشيوش. الحمد لله على كل حال، الله يرحمها ويوسع عليها. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. لا ما كناش متوقعين، لا ما نكذب عليك ما كناش متوقعين. الله يسمح لي على هذه الكلمه، ربي بغاها وما بغاهاش تعذب. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله يرحمها ويوسع عليها. كنطلب غير من الجمهور كل شيء يهز يديه ويدعي لها بالرحمه والمغفره يا ربي. الله يرحمها ويرحم جميع امه المسلمين يا ربي. ابنة ديالها انا حفيدتها، انا حفيدتها وديت عليها حفيدتها. اخت الحاجة الحمدوية راه اخت ديالنا، والحاجة راه معروفة وداكشي، وكنتمنى من الله يرحمها ويغفر ليها والجمهور ديالها تاهو يدعي معاها، وسيدنا اللي دورها معونها ويوقف معاها. وشكرا. نورتي عرفنا بان الحاجة المرحومة كانت عزيزة عليك، كتزورك بزاف وكتجي عندها وكتسول فيها، كيفاش كانت العلاقة ديالك معها؟ العلاقة ديالنا علاقة كبيرة، كنت كتجي عندي بزاف وكتجي تشوفني وكتجي عندي للدار، وكنا كانت تبغيني بزاف والاخوان ديالي تا هما. المهم الحاجة شي حاجة كثيرة. شنو الميساج ديالك للجمهور؟ الجمهور انا كنقول للجمهور الحاجة ديالكم وراه كتبغيكم، وانتم تتم راه كتبغيو الله يرحمها، وكان عزيز عليها كل شيء، وصارت طيبة وخالقة بزاف الحوايج. الكلمة اللي في حقها هو الرحمة، نزل الرحمة عليها ونزل على خويا الله يرحمه، نزل على بابا الله يرحمه. وانا راه ولدها نيت، لان ولدها هي راه خويا انا، احنا الدراري شوقي وهذا راه انا عمهم الكبير، انا هو عمهم الكبير. خبر الوفاة، خبر الوفاة جانا مفاجئ، لان كنت انا ملي سمعت الخبر بلي دخلت الكلينيك بقيت كنتصل بشوقي ولد خويا، كنتصل به كنقول له عمي مضرا كيفاش، تيقول لي الحاله مستقره، الحاله مستقره وياك. كيقول لي عمي راه ما نقدرش نقول لك ضمان لله. اليوم في الصباح، اليوم في الصباح مع هذيك الخمسه ونص سته الله ربع عيط لي في التليفون قال لي عمي راه الحاجه راه توفات. وراك عارف الحاله، الانسان اللي كيسمع الموت اش كيجي. انا الله غادي نركب نمشي ليها باش نمشي تما لعندهم للرباط هذا، حتى قالوا لي لا راه حنا غنجيبوها ندفنوها في كازا. بقيت كنتسنى دابا حاليا كنتسنى نجي. اخر لقاء لك مع الحاج؟ ولقاء قبل هذا الشيء ديال كورونا شفتها، ولكن من كورونا لهنا ما بقيتش شفتها. يعني كتعرف مع كورونا الانسان ما كديبلاصاش لحدك هنا في الدار البيضاء، حدك الدار البيضاء صافي. ولكن كان اتصال عندي بيني وبين الدراري ولاد خويا، وكنسول كي داير هذا، وكنسول على العائله كامله. الحمد لله والله يرحمها وينزل عليها الرحمه في هذا النهار، ويرحم الاخ ديالي ادريس ويرحم الوالد الله يرحمه. كلمه الجمهور ديالك؟ والجمهور كيحبها، وهي كتحب المغرب كامل، ماشي غير الجمهور، كتحب المغرب كله، كتحب الرايه ديالها، كتحب الملك ديالها. الله ينصرو، الله يجيب لي الشفاء، والله يشافيه حتى هو، كنطلبوا لي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، لانه هو رجل عظيم ودار اللازم مع الحاجه. الله يجعل ربي هو القادر على كل شيء. الله يرحم والله ينزل عليها الرحمه في هذا النهار. السلام عليكم. من المرحوم الله يرحمه والله برحمه الله في هذا النهار، الله يوسع عليها. هادشي اللي تنقولو الله يرحمها، وهي انسانة عظيمة، وهي صاحبة الفقراء، انسانة اي واحد جا عندها
كبير شان وصغير شان وهذا الشيء اللي تنقول لك الله يرحمه برحمه الله. هذه عائله السيفاوي كلها، الاخ ديالي تاهو الله يرحمه توفى، ولدها توفى الله يرحمه ولي برحمه الله والعام الله يرحمه، كل شيء هذا الشيء اللي تنقول الرحمه والمغفره هذا الشيء اللي كنطلبوا من عند الله. هي تنشوفها كنهضروا معها بالتليفون، كنهضروا معها بالتليفون كتزعيط كنجاوبوها كنهضروا معها، إنسان عظيم ماشي، والمغرب كله كيحبها ماشي كيحبها ماشي ماشي اللي تنقول الله يرحمها ولا ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.